ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال لا ينصرف، يعني ما يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أحد أدلة هذه القاعدة الكبرى من قواعد الفقه الإسلامي، اليقين لا يزول بالشك. شوف احفظ القواعد هذه، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد مهم لطالب العلم أن يحفظها، بل العام تنفعه جدا خصوصا في علاج الوسوسة. قال النووي رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها هذا الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. أنت الآن تصلي، جاءك خنزب، جاءك هذا الشيطان في الصلاة ووسوس إليك أنك أحدثت، وسواس شك، ألقى في نفسك الشك أنك أحدثت، فما هو الحكم؟ أن تستمر في الصلاة، لأن الأصل الطهارة عندك. جاءك الشيطان بعد الصلاة ووسوس إليك أنك أحدثت، ربما أحدثت، قال يمكن أنا أحدثت قبل الصلاة وما توضيت، أنا متأكد أني توضأت، ولكن يعني يمكنني أحدث، كأني يعني ما أتذكر، كأني يمكن أحدثت. هل هناك فرق بين الحالين؟ لا، صحة الصلاة لا تلتفت. عندنا يقين لا يزول بالشك. طيب، لكن الآن أنت تسأل سؤالا، هل يزول بغلبة الظن؟ هل يعمل بغلبة الظن؟ وهذه من قواعد الشريعة وسنأتي عليها إن شاء الله، قضية العمل بغلبة الظن. لكن خلينا نتكلم الآن عن الشك، نقول لا يعمل بالشك ويرجع إلى اليقين. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. طيب، من مسائل القاعدة هذه أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف أو لا، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث. مرة أخرى، شك هل طلق أم لا، ما الحكم؟ ما طلق. شك هل ركع أو ما ركع، ما الحكم؟ أنه ما ركع. أي واحد شك أنه ركع أو ما ركع، الأصل أنه ما ركع، في أصل. طيب، شك هل نوى الصيام أو ما نوى، ما هو الأصل؟ أنه ما نوى. شك عند دخول المسجد هل نوى الاعتكاف أو ما نوى، ما هو الحكم؟ أنه ما نوى، هذا الأصل. طيب، شك
هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ لأن هذا هو اليقين أنها ثلاث، الأربع فيها شك. وهكذا الأصل عدم الحادث حتى يثبت الحادث. ويدل على هذا الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، رواه مسلم. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف. ما هو الأصل المعروف للماء؟ الطهارة مثلا، حتى يزيله يقين لا شك معه، التمهيد. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه، أعني البناء على اليقين وطرح الشك، قاعدة مهمة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال: ولها فروع كثيرة جدا في الطلاق والعقود وغيرهما من أبواب الفقه، فمتى أخذ بها الإنسان انحلت عنه إشكالات كثيرة وزال عنه كثير من الوساوس والشكوك. وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. قال: وهو أيضا من يسر الإسلام، وأنه لا يريد من المسلمين الوقوع في القلق والحيرة، بل يريد أن تكون أمورهم واضحة جلية. ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الشكوك لتنغصت عليه حياته، لأن الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور الطهارة فقط، بل يأتي في أمور الصلاة والصيام وغيرهما، بل في كل أمور حياته حتى مع أهله. فقطع الشارع هذه الوساوس من أصلها وأمر بتركها بل ودفعها حتى لا يكون لها أثر على النفس، انتهى. طبعا هذا الكلام يا إخوان مهم جدا في علاج الوسوسة التي تفضي أحيانا ببعض الناس إلى تصرفات غريبة جدا. هل تعلمون أن هناك من يصور صلاته بالفيديو حتى يعد الركعات بعد الصلاة ويتأكد من الفيديو؟ هذا تنطع، ولا يمكن الشرع يأمر بمثل هذا. إذا أنت متيقن أنها أربع وشككت، خلاص هي أربع. متيقن أنها ثلاث وشككت، أتيت بالرابعة، هي ثلاث، انتهينا. قالوا في علم النفس، يعني في بعض، ما هو خطأ الواحد يروح يتأكد أنه أغلق الباب ولا لا؟ واحد يريد النوم وليأمن يغلق الباب بالقفل، أما هو خطأ يروح يتأكد أنه أغلق الباب ولا لا؟ لكن الخطأ الكبير أنه يروح ويتأكد الباب مقفل ويرجع ثم يعود ليتأكد مرة أخرى، هذا مريض. خلاص تأكد، تروح يتأكد من إيش؟ يتأكد من المتأكد منه؟ كلام فاضي. الآن يعني هذه قاعدة ممكن تنفع بأي شيء في الحياة حتى بغير العبادات. لو مثلا أنت هو متأكد أن جارك دخل البيت، لكن ما شككت طلع ولا ما طلع، ما هو الأصل؟ أنه في البيت، أنه في البيت. أنت يعني شككت هل دخل وقت صلاة الظهر أو ما دخل، ما هو الأصل؟ أنه ما دخل. أنت شككت هل ثبت دخول هلال رمضان ولا ما دخل، ولا ما ثبت، ما هو الأصل؟ ما دخل. وعلى هذا فقس